السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، اليوم جئت لكم بواحد الموقع رائع جدا، واحد الموقع متكامل عبارة عن مدرسة كاملة في كل ما تحتاجون إليه من مواد ومن محتويات اللي تقدر تفيدكم في الدراسة ديالكم. كندخلوا بداية لجوجل كروم، أعطيكم الطريقة باش تدخلوا الموقع وباش تنافيغيو فيه باش تقدروا تجبدوا منه كل ما تحتاجون إليه. كندخلوا لجوجل كروم، هذا الموقع سميته ألو سكول، ها هو كاين نيت عندي هنا الفوق، ها هو ألو سكول. كتضغط على كتكتب ألو سكول في لا بار دو ريشيرش، ها هو كاين هنا، ها هو الموقع ديالو www.aloschool.com. كتضغط على ألو سكول كتخرجك هاد لاباج هادي، اذا كتطلع لهاد البلاصه هادي الفوق هنا، كتضغط عليها كتخرج لك هاد اللعيبه فيها ماروك وفرنسا، انت كتكليكي بيان سور على ماروك. هنا المهم باش بدايه نقول لكم واحد المساله، وهو ان هذا الموقع فيه جميع المستويات من التحضيري حتى البكالوريا، عندك بريمير الابتدائي كوليج اي ليسي، فانت كتختار على حسب الاحتياج ديالك. نفرضوا مثلا انت كتقرا في الكوليج في السنه الثانيه الاعدادي، كنضغطوا على كوليج كيخرج لنا كوليج، او معنا كاين جميع المستويات، كاين بروميير اني كاين دوزيام اني وكاين ثروازيام اني، وفي جميع المواد ماشي فقط المواد العلميه وانما جميع المواد اللي كتحتاج. نفرضوا مثلا بغيتي تدخل تشوف الفيزيك، من بعد كاين مات بالعربيه مات فرونسي، فيزيك بالعربيه فيزيك فرونسي، اس في تي عربيه اس في تي فرونسي، وهاد لي زوتر ماتيير عندك هنا تكنولوجي عرب فرونسي انجلي استوار جيوغرافي ايديوكاسيون اسلاميك انفورماتيك، يعني في جميع المواد اللي غتحتاج. ندخلوا مثلا دابا الفيزيك شيمي، كتضغط على البوطونه كيعطيك هاد الشهاده. هنا في الاول غتلقى ايفالياسيون ديال الدياغنوستيك، بمعنى داك لي تيست اللي كيكونوا في بدايه السنه قبل ما كتبداو البروغرام ديالكم، نهبطوا. اذا هنا كيعطيك الدروس ديال المقرر، مثلا هو لاغ كينزون تور كيلكو بروبريتي دو لاغ اي سي كونستيسيون اكسيتيرا. نديرو شي مثال باش تفهموا الطريقه الخدمه. فلاحظوا معايا مثلا لي كومبيسيون، عندنا هنا بلاصه ديال لي كور لي زيكزيرسيس وحتى لي فيديو اللي فيهم الشروحات. اذا نفرضوا مثلا بغينا ندخلوا الكور نجبدوا الكور ديال الكومبيسيون، هنا كاين لي كور اللي هما كاملين كتلقاهم طوالين شويه، وهنا لي ريزومي لي كور على شكل ريزومي، وكاين بزاف ديال لي فيرسيون ديال لي ريزومي، اذا كتختار اللي بغيتي. نفرضوا مثلا ضغطتي على هذا كيعطيك الفيشي على شكل، هنا بالنسبه لنا على شكل صور، بغيتي تيليشارجي على شكل بي دي اف كتيليشارجي من هنايا. فالجميل في هذا الموقع هو انك كيعطيك هاد الملفات على شكل صور، يعني ساهلين في التيليشارجمون وساهلين حتى يعني في الطباعه ديالهم وداكشي. فمثلا بغيتي تيليشارجي هاد لاباج هادي هاد الصوره، كتطلع لهاد البلاصه هادي كتضغط كتهبط لداونلود ايماج تيليشارجي تيليشارجي، فهي كتيليشارجا عندك. هاهي نفتحوها، دونك هي لاباج الى تيليشارجي عندنا في التليفون ديالنا ولا حتى في البيسي. مزيان، دونك هادي دابا عطيتكم الطريقه باش كتيليشارجيو الملفات من الموقع. نزيد نعرفكم على الموقع مزيان، كما قلت لكم كتلقى هنا لي كور، هنا عندنا لي زيكزارسيس، هانت كتلقى لي سيري ديال التمارين، كاين تمارين اللي هما محلولين وكاين تمارين غير محلوله. كتضغط مثلا على هادي كتعطيك السيريه ديال التمارين تيليشارجي وخدم مع راسك. وماشي فقط لي كور لي زيكزارسيس، عندنا حتى لي فيديو اللي كتلقى فيهم الشروحات ديال الدروس، وبعض المرات كتلقى حتى فيديوهات ديال التمارين. مثلا في هذه الحاله ديال المثال هذا كومبيسيون، عندنا فيديو فيه لي كور ام ا بمعنى ديال المغرب يعني بالبروغرام الماروكان، وهنا فيديو كور اف ار يعني بالبروغرام ديال فرنسا، يعني اساتذه فرنسيين حتى هما كتلقاهم عندنا فيديوهات ديالهم في هذا الموقع هذا. اذا كما تلاحظ عزيزي التلميذ، يعني هذا الموقع يعني الصراحه يعني واعر بزاف في كل شيء، كل ما تحتاج اليه من دروس وتمارين، وفي حتى الفروض نسيت قلت لكم شرح، عندنا حتى الفروض وحتى الموحدات الجهويه والمحليه. مثلا ناخذ بالنسبه للثروازيام اني، نبدو مثلا ماتيماتيك، هانتوما لاحظوا هنا الجدادات ديال المادة، هنا الدروس التمارين والفيديوهات، كتهبط شوية كتلقى حتى الفروض، كاين بلاصة خاصة بالفروض. هدا
الدروس دونك هادو فروض الدوره الاولى، فروض المرحله الاولى، فروض المرحله الثانيه، وفروض المرحله الثالثه. يعني كتضغط على هذا كيعطيك الفروض، نماذج كثيره من الفروض. كي بعض الفروض اللي هي كاين التصحيح ديالها ايضا، مثلا هذا الفرض الاول هنا التصحيح ديالو، يعني كتضغط كتلقى التصحيح. دابا لاحظوا معايا، دونك هي لا كوريكسيون ديال التمرين ديال الفرض كامله. ولا زدتي هبطتي لتحت مزيان غتلقى ايضا الموحدات، امتحانات، هذه امتحانات محليه ديال مجموعه ديال السنوات، وهذه امتحانات جهويه ما بين 2017 و2019، وهذه ما بين 2010 و2016. يعني كما قلت لكم هذا الموقع يعني رائع، رائع جدا بالنسبه للتلميذ ما عنده دابا حاليا حتى شي حجه انه يقول ما عنديش المصادر، ما عارفش كيفاش نقرا، ما عنديش اللي يوجهني. بالعكس هذا الموقع هذا زوين بزاف، ممكن تستافدوا منه. كل ما يلزمك يكون عندك يعني هاتف ذكي وتكون عندك اتصال بالانترنت، هادشي اللي مطلوب منك فقط. فهاد الفيديو يقدر يعور لك حتى المدرسه بنفسها، يعني في كل ما تحتاج اليه تلقاه في هاد الموقع. واخيرا اعزائي التلاميذ، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معي في هاد الفيديو هادي. كنشكركم على حسن المتابعه، والى اللقاء في فيديو قادم بحول الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.